في المسائية. الجيش الأمريكي يدعي بضرب مقر لجماعات مرتبطة بإيران في سوريا، وطهران تنفي أي علاقة لها بالهدف. لماذا تعلن واشنطن عن العملية وتربطها بحرس الثورة؟ الإعلان الأمريكي يتزامن مع حديث متقدم بشأن تواصل تركي سوري قد يضر بقسد، فهل ترمي واشنطن إلى طمأنة حليفها الكردي؟ وفي التوقيت تزامن مع قرب العودة إلى الاتفاق النووي، هل تهدف الغارة إلى إرضاء تل أبيب القلقة من تداعيات الاتفاق؟ في المسائية، التصعيد الأمريكي رسالة بعناوين متعددة. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.